اهلا بكم في قناتنا. النهارده هنشرح مع بعض الموديل البسيط ديت، معمول بقاعده بيضاويه وليه صور كتير منتشره على الفيس، وكان في كتير منكم بيسال عليه. اتمنى ان هو اقدر اوصل لكم فكرته بسهوله وتنفذوه معايا، وهنقول هنستخدم ايه، وان شاء الله هعمل جزء تاني لتركيب البطانة ليه، علشان في ناس كتيرة سألتني ازاي نقدر نركب بطانة على الشنط العريضة شوية زي الموديل بتاعنا ديت. فاحنا هنركب البطانة، بس هعمل لها فيديو منفصل علشان تبقى ثابتة على كل انواع الشنط، وعلشان الفيديو كمان ما يبقاش طويل، فاستنوا الجزء الثاني باذن الله هيبقى فيه ازاي نركب للشنطه دي او لاي شنطه البطانه بتاعتها. الموديل ده سهل وبسيط، ويلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف هنشتغله ازاي. علشان نعمل بقى موديل النهارده هنستخدم لولي مقاس 8. طبعا ممكن تستخدمي زي ما احنا متعودين اي نوع من انواع الخرز اللي انت تحبيه، سواء كريستال او مط، ومقاس 8. هنستخدم معاه خيط سناره مقاس 60 والمقص بتاعنا، وهنستخدم لو انت عايزه تعملي مش عايزه تعملي الايد خرز هنستخدم معاه سلسله وحلقتين سهله الفتح. ويلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف هنبتدي الموديل بتاعنا ازاي. اول حاجه هنعمل غرزه خماسية، يعني من خمس خرزات. هندخل خمس خرزات في اي طرف من اطراف الخيط، ادي 3 4 5، وهنقفل بالطرف الثاني، وبكده نكون عملنا غرزة خماسية. هنشتغل على الغرزة الخماسية دي غرز سداسية. علشان نشتغل غرزة سداسية احنا طرف الخيط خارج من خرزة او طرفين الخيط خارجين من خرزة، يبقى احنا عشان نكمل السداسي محتاجين خمس خرزات. هنحط 2 في الطرف الشمال و2 في الطرف اليمين، ونقفل بواحدة في النص. كده احنا عملنا اول غرزة سداسية معانا، يبقى احنا ابتدينا بغرزة خماسية ووراها واحدة سداسية. اللي بعد كده هتبقى سداسية هنعملها بنفس الطريقة، خرزتين شمال وخرزتين يمين، ونقفل واحدة في النص. هنكمل بنفس الطريقة غرز سداسية، خرزتين في الطرف اليمين وخرزتين في الطرف الشمال، ونقفل بواحدة من النص لحد ما نكملهم 10. يعني هيبقى معانا اول غرزة خماسية و10 سداسي، هكملهم ونرجع مع بعض. كده احنا خلصنا 10 غرز السداسية. ابتدينا بواحدة خماسية وبعدين كملنا 10 سداسي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنختم السطر بتاعنا ديت بخماسية زي ما ابتدينا بخماسية في الاول، هنختم في الاخر بخماسية، بس هنحط في الطرف الشمال خرزتين وفي الطرف اليمين خرزة، والتانية هنقفل فيها الطرف الشمال. يعني حطيت في الطرف الشمال خرزتين والطرف اليمين خرزتين، هاخد التانية اللي في الطرف اليمين اقفل بيها الطرف الشمال. فنبقى بدينا السطر التاني والخرزة او الخيط بتاعي خارج من الخرزة على الجنب هنا. السطر ده كله هيبقى سداسي، هحط هنا معايا خرزة على طرفين الخيط او خارج منها طرفين الخيط، يعني انا محتاجة خمس خرزات هحطهم كلهم في الطرف الشمال، ادي 3 4 5، واقفل بالطرف اليمين
بالشكل ديت. عملت غرزة سداسية، هدخل الطرف اليمين في الخرستين اللي على السطر من تحت، يبقى معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. هحط في الطرف الشمال 3 خرزات واقفل بالطرف اليمين عشان اكمل الغرزة السداسية بتاعتي. الطرف اليمين هدخله في خرزتين على السطر من تحت، يبقى معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. عشان اكمل الغرزة السداسية بتاعتي هحط 3 خرزات في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر، ارجع اقول لكم هنعمل ايه. كده خلاص احنا قربنا نوصل لاخر السطر، هكمل بنفس الطريقة. اخر خرزتين هدخل فيهم طرف الخيط اليمين واحط في الطرف الشمال 3 خرزات عشان اكمل السداسية. واقفل الطرف اليمين بالشكل ديت. فاضل هنا عندي خرزة هدخل فيها طرف الخيط اليمين واقلب الشغل بتاعي، واخد الطرف الشمال هدخل فيه خرزتين. دي اخر غرزة سداسية في السطر ده، هدخل في الطرف الشمال 2 خرزات وفي الطرف اليمين 8 خرزات، والخرزة التانية اللي في الطرف اليمين هقفل فيها طرف الخيط الشمال. ادتني اخر غرزة سداسية في السطر ديت. شايفين السطر بدايته ونهايته. بعدين هبتدي السطر ده بغرزة خماسية، معايا خرزة طالع منها طرفين الخيط، هدخل 4 خرزات في طرف الخيط الشمال، 3 4، واقفل بالطرف اليمين. عملت غرزة خماسية، وبعدين هدخل الطرف اليمين بتاعي في الخرزتين اللي على السطر من تحت، واعمل غرزة بقية السطر. هيبقى غرزة سداسية، يبقى انا معايا 3 خرزات على طرفين الخيط. هحط 3 خرزات في طرف الخيط الشمال واقفل بالطرف اليمين بالشكل ديت. الطرف اليمين هدخله في 2 خرزات على السطر من تحت، معايا 3 خرزات عشان اكمل السداسية بتاعتي. محتاجة ان انا احط 3 خرزات في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين. هكمل بنفس الطريقة، الطرف اليمين في 2 خرزات على السطر من تحت، والطرف الشمال هدخل فيه 3 خرزات واقفل بالطرف اليمين. وصلنا لاخر السطر، اشتغلنا بقيه السطر كله غرز سداسيه عاديه. وصلنا لاخر الغرزتين في السطر، هندخل طرف الخيط اليمين في اخر 2 خرزات على السطر ونعمل اخر غرزه سداسيه. هنحط 3 خرزات في طرف الخيط الشمال ونقفل بالطرف اليمين. عندنا اخر خرزه اللي هي دي، هندخل فيها طرف الخيط اليمين ونقلب الشغل بتاعنا
وزي ما ابتدينا السطر بتاعنا بغرزة خماسية هننقي بغرزة خماسية. طرفين الخيط خارجين من خرزتين، يبقى فاضل لنا عشان الغرزة الخماسية 3 خرزات، هنحطهم كلهم في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين. وبكده نكون خلصنا السطر الثالث بتاعنا. هنبتدي السطر الرابع، هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة النايمة على السطر، يبقى احنا معانا خرزتين على طرفين الخيط. هنبتدي غرزة سداسية، يبقى محتاجين 4 خرزات، هنحطهم في الطرف الشمال. ونقفل باليمين. القاعدة بتاعتنا البيضاوية ابتدت تتشكل. الطرف اليمين هندخله في خرزتين من على السطر من تحت. معانا 3 خرزات على طرفين الخيط. في الطرف الشمال هندخل 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين. وهنكمل بنفس الطريقة، الطرف اليمين يدخل في خرزتين من على السطر من تحت، والطرف الشمال نحط فيه 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين، ونكمل لحد ما نوصل مع بعض للآخر. وصلنا لآخر غرزة في السطر، هندخل الطرف اليمين في آخر خرزتين معانا ونقلب الشغل بتاعنا ونختم بغرزة سداسية. معانا 3 خرزات على طرفين الخيط، يبقى محتاجين نحط في الطرف الشمال 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين. وبكده نكون خلصنا السطر الرابع بتاعنا. آخر سطر في القاعدة، هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة النايمة على السطر من تحت، وهنبتدي بغرزة خماسية. معانا منها 2 خرزات على طرفين الخيط، يبقى محتاجين 3 خرزات. هنحطهم في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين. وعملنا غرزة خماسية. هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزتين اللي على السطر من تحت، معانا 3 خرزات على طرفين الخيط. هنعمل غرزة سداسية، هنحط 3 خرزات في الطرف الشمال ونقفل باليمين. وبعدين هندخل الطرف اليمين على الخرزتين في السطر من تحت ونحط 3 خرزات في الطرف الشمال ونقفل باليمين. الطرف اليمين في 2 خرزات من على السطر من تحت و3 خرزات في الطرف الشمال ونكمل. هنا وصلنا لاخر السطر بتاعنا. هندخل الخيط الطرف اليمين في 2 خرزات من على السطر من تحت، وهنا معانا 3 خرزات. هنقفل بغرزة خماسية زي ما ابتدينا، محتاجين نحط فيه اي طرف من اطراف الخيط لان ده اخر سطر في القاعدة بتاعتنا. هنحط 2 خرزات ونقفل بالطرف الثاني، وبكده نبقى خلصنا القاعدة بتاعتنا البيضاوية. ممكن تاخديها تاخدي صورة ليها سكرين شوت علشان تقدري تعرفي العدد بتاع كل سطر قد ايه. انا هراجعه معاكي دلوقتي تاني. هنقول ان احنا ابتدينا اول سطر بتاعنا ب
خرزات، وبعدين مشينا 10 غرز سداسية، ونهينا السطر بغرزة خماسية، وبعدين ابتدينا السطر اللي بعده سداسي كله. عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 غرزة سداسية، وبعدين السطر الثالث أو اللي بعده عملنا غرزة خماسية واحدة في الأول، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سداسي، وواحدة في الآخر خماسية. السطر اللي بعده عملنا سداسي بس تناقص بقى عشان تبقى بيضاوي، فنزلنا لتحت كده وعملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 زي دولت بالظبط. نفس السطر ده هو ده، 13 كله سداسي، وبعدين ابتدينا بغرزة خماسية وعملنا 10 سداسي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفي الآخر غرزة خماسية. كده القاعدة بتاعتنا بقت جاهزة ان احنا نشتغل عليها جسم الشنطة. القاعدة هي اللي حددني عليها جسم الشنطة. لو احنا اشتغلنا الشنطة جسم القاعدة مظبوط، الشنطة هتتظبط معانا. فأهم حاجة ان احنا نظبط شكل القاعدة بتاعتنا. بقى نشتغل جسم الشنطة. احنا هو واقفين على طرفين الخيط خارجين من خرزة. كل السطور اللي جاية هتبقى عبارة عن غرز سداسية. احنا معانا خرزة، هندخل طرف الخيط اليمين في الخرزة اللي جنبها النايمة على السطر، يبقى احنا كده معانا خرزتين على طرفين الخيط. عشان نكمل الغرزة السداسية بتاعتنا محتاجين نحط 4 خرزات في الطرف الشمال، ونقفل بالطرف اليمين، وبكده نكون عملنا غرزة سداسية. هندخل بعد كده الطرف اليمين في خرزتين من على السطر من تحت، وندخل 3 خرزات في الطرف الشمال، ونقفل بالطرف اليمين. دي كلها سطور واقفة، ده جسم الشنطة. وبعدين الطرف اليمين هندخله في خرزتين من على السطر من تحت، و3 خرزات في الطرف الشمال، ابتدت جسم الشنطة يظهر. وهنكمل بنفس الطريقة بتاعتنا، الطرف اليمين خرزتين من على السطر من تحت، ونقفل والطرف الشمال نحط فيه 3 خرزات، ونقفل الطرف اليمين، ونكمل جاي ما يدور لحد ما نوصل للغرزة الأخيرة. هنا هندخل الخيط بتاعنا في خرزتين من على السطر، اللي هو الطرف اليمين هيبقى في خرزتين من على السطر، والخرزة التالتة اللي هي القائمة اللي ابتديت بيها، يبقى معايا 3 و4، يبقى فاضل لي خرزتين هحطهم في اي طرف واقفل، وهكمل السطور اللي بعدها كلها بنفس الطريقه، غرز سداسيه ما فيهاش اي جديد خالص، لحد ما اطلع بالارتفاع المناسب ليا اللي هو هيكون بالشكل دايت. ادي القاعده بتاعتنا اهي، وطلعت عليها داين ما يدور غرز سداسيه. طلعت بقى كام سطر؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، طلعت عليها 8 سطور بدون اي تغيير. اشتغلت داير ما يدور غرز كلها سداسية بنفس الطريقة اللي اشتغلنا عليها بعد ما خلصنا القاعدة بتاعتنا. هنشتغل دلوقتي مع بعض القلاب بتاع الشنطة. وعلشان نشتغل القلاب هنيجي نمسك الشنطة كده ونتنيها بس تانية خفيفة كده على بعض، نضمها على بعض عشان نحدد الأماكن اللي احنا محتاجين نشتغل عندها القلاب. لو لاحظتوا هتلاقوا ان احنا هنا دي الغرزة الخامسة، والناحية التانية اهي الغرزة اللي فيها الخماسية او اللي فيها 5 خرزات.
هنطلع عليها كده وهنيجي قبلها بخرزة. يعني هي اهي دي اللي فوقيها اهي، احنا هنيجي نشتغل في الخرزة اللي قبلها، هندخل الخيط بتاعنا في الخرزة دي. دي العمود ده هو اللي فوقيها اهي، لو نزلنا عليه هنلاقي ان احنا نازلين لحد الغرزة اللي هي فيها خمسة. انا هاجي قبل العمود بخرزة، العمود اهو، انا هاجي قبل العمود نفسه بتاعها، ادخل في الخرزة اللي قبلها واطلع في الخرزة اللي في الاول بتاعة العمود بتاعها. يبقى انا كده معايا خرزتين على طرفين الخيط. هشتغل كل القلاب غرزة سداسية، في هحط اربع خرزات في الطرف اللي بره ديت، اللي هو ده اللي هو هيبقى اليمين، واقفل بالطرف الشمال، وبعدين هدخل الطرف الشمال في خرزتين من على السطر من تحت. كده معايا تلات خرزات على طرفين الخيط. هحتاج احط في الطرف اللي بره ديت تلات خرزات، واقفل بالطرف الشمال، ادخل الطرف الشمال في خرزتين من على السطر من تحت، والطرف اليمين احط فيه تلات خرزات، واقفل بالطرف الشمال، ونكمل. هنا انا عملت 12 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهعمل اخر غرزة. هاخد بقى الطرف، بصوا لو لاحظتوا برضو هتلاقوا ان هي بادية من، هتبقى نهايتها عند اهو الغرزة الخماسية اهي، بعدها بخرز زي ما ابتدينا. هاخد بقى هنا دي اخر غرزة في السطر، فانا هاخد الطرف الشمال هو اللي هدخل فيه التلات خرزات بتوعي، واقفل بالطرف اليمين، ف الخيط بتاعي بقى خارج من فوق عشان ابتدي سطر جديد. لو حابين تتأكدوا ان انتوا تمام وان هو القلاب هيبقى على قد الشنطة، مش مفيش مسافة، اتنوا وشوفوا القلاب هتلاقوه اهو مظبوط بالظبط من الناحيتين. طيب عشان ابتدي السطر التاني في القلاب، هدخل الطرف اليمين في الخرزة اللي دلوقتي الطرفين الخيط خارجين من الخرزة دي، فانا هدخل الطرف اليمين في الخرزة النايمة على السطر من تحت. وكده انا معايا على طرفين الخيط معايا على طرفين الخيط خرزتين، يبقى انا محتاجة اربع خرزات علشان اكمل الغرزة السداسية بتاعتي. هحطهم في الطرف الشمال، واقفل بالطرف اليمين، وادخل الطرف اليمين في خرزتين من على السطر من تحت. كده معايا تلات خرزات على طرفين الخيط. هحط في الطرف الشمال تلات خرزات، واقفل الطرف اليمين، الطرف اليمين في خرزتين من على السطر، والطرف الشمال تلات خرزات. كده خلاص وصلنا لاخر الغرزة اهي. هندخل الطرف اليمين في
الخرزتين النايمين على السطح، وهناخد الطرف اليمين ندخل فيه 3 خرزات ونقفل بالطرف الشمال. لاحظين ان الشكل ابتدى من هنا فيه تناقص ومن الجنب التاني فيه تناقص. هنيجي عند الطرف الشمال ندخله في الخرزة النايمة على السطر من تحت. كده معانا خرزتين على طرفين الخيط. هناخد الطرف اليمين ندخل فيه 4 خرزات ونقفل بالطرف الشمال، وهنكمل بنفس الطريقة. وهنعمل هنا هندخل الطرف الشمال في 3 خرزتين اسفل على السطر من تحت، وهندخل في الطرف اليمين 3 خرزات. هنكمل بنفس الطريقة تناقص كل سطر من الطرفين او من الجنبين لحد ما نوصل في الاخر على حسب انتي عايزة يبقى معاكي شكل القلاب شكله ازاي. ممكن توقفي عند 4 غرز، ممكن توقفي عند 3 غرز، ممكن توقفي عند غرزتين في الاخر او غرزة واحدة، على حسب الطول اللي انتي عايزاه وشكل القلاب من قدام يبقى شكله ازاي ويغطي من قدام وينزل على جزء من الشنطة. انا هكمل بقى ونرجع بعد كده اقول لكم عملت القلاب طوله قد ايه ونشوف هنكمل بقية الشنطة مع بعض ازاي. كده خلاص احنا خلصنا القلاب، هراجع معاكم عملنا ايه. ابتدينا ب 13 غرزة سداسية وابتدينا نعمل تناقص من الجنبين لحد ما وصلنا في الاخر بقى عندنا 4 غرز سداسية. اشتغلنا بقى كام سطر؟ ادي اول سطر، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سطور لحد ما وصلنا لان احنا يبقى معانا في الاخر 4 غرز سداسية. لما نيجي نقفل الشنطة هتبقى بالشكل ديت. طبعا ممكن ثبتها بمغناطيس القفل المغناطيس من النص مثلا، او حط 2 من الجنبين زي ما تحبي. وهي زي ما انتم شايفين مظبوطة ومفيش معوج الغطا ولا اي حاجة، القلاب مش حاود كده ولا كده، هو جاي في النص بالظبط ومتظبط. هنبتدي دلوقتي مع بعض نركب الايد. الايد تركبها مفيهوش اي مشكلة، هو سهل جدا. هناخد الجنب بتاعنا اهو جنب الشنطة من بعد السطر اللي هو في بداية القلاب ده. هنسيب الغرزة اللي فوقيها اشتغلنا القلاب بداية القلاب، وهناخد الغرزتين دولت ندخل فيهم الحلقة سهلة الفتح بالشكل ده، وندخل فيها السلسلة. والجنب الثاني هنعمل نفس الحكاية، هناخد الحلقة سهلة الفتح ونيجي ادي الغرزة اللي فوق القلاب. هاخد الغرزتين اللي جنب بعض اللي بعد القلاب دولت واركب الايد بالشكل ده. عايزة تركبيها بطريقة تانية اللي هي ممكن نعملها كده، جاية من هنا من بعد الجزء اللي فيه القلاب ده، هركبها في واحدة بس كده واركب السلسلة بتاعتي في الحلقة. وهنا برضو نفس الحكاية، هاجي هنا واركب السلسلة وكده الشنطة بتاعتي بقت جاهزة.
ممكن نركب مع بعض المغناطيس بالمرة. اهو هجيب المغناطيس بتاعي زي ما اتفقنا، بنتني، هي مش محتاجة كماشة او حاجة، بنتنيها بايدينا جامد. والطرف التاني بنتني جامد، وبعدين بنيجي نحدد المكان. الجزء الرفيع ديت في جزء تخين وجزء رفيع. الجزء الرفيع هو اللي بيبقى بيتركب في القلاب اللي بيتفتح، والجزء التخين بيتركب في الشنطة عشان يبقى هو الجزء الثابت. انا هاجي عند السطر القبل الاخير اللي هو فيه 5 غرز، 1 2 3 4 5، واركب الجزء بتاعي. هاخد خيط، هدخل في اي خرزة هنا مثلا، هندخل الخيط بتاعنا، وبعدين نيجي عند ده يبقى وشه لينا. هندخل الخيط في الطرفين او في الفتحتين اللي انا قفلتهم دول، وهاجي في الناحية التانية في اي خرزة ادخل طرفين الخيط بتوعي عكس بعض. وخلاص على كده ممكن ارجع تاني لو عايزة اكد، او همشي بقى في اي خرز كده واقفل. همشي هنا كده واعقد الخيط بتاعي. وهتوه الخيط، هاجي الناحية التانية هعمل اقيس بقى اشوف انا عايزة اقفل فين. هقفل مثلا هنا، هاجي مكان ما انا هقفل كده مثلا، يبقى انا هقفل هنا. هحط تحت الناحية التانية دي، هدخل الخيط بتاعي في اي خرزة اهي، وبعدين ده هيبقى وشها ليا. هدخل الخيط طرفين الخيط فيها من ورا، وبعدين ارجع تاني كده، وفي نفس الدايرة اللي انا دخلت فيها الخيط ادخل الطرفين عكس بعض تاني. اشد وبعدين اتوه الخيط في دايرة تاني او في غرزة تاني يعني بالشكل ده. لحد ما يقابلوا بعض اعقد كويس واتوه الخيط، اخفي العقدة وافنش الخيط كده. اكون عملت القفل بتاعي. لو انا حابة اداري مكانه هنا ممكن احط اللوجو بتاعي او احط خرزة اقفل بيها همشيها، بس هو كده تمام. والشنطة بتاعتنا بقت جاهزة وخلصانة. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وخفيف عليكم، واتمنى ان تكون الموديل النهاردة عجبكم. ياريت ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكتر ناس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
واشوفكم في فيديو قريب باذن الله. مع السلامه.